ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني قد العالم كله. النهارده هاخدكم معايا جوله في سعودي. اوريكم بقى الحاجات، في حاجات كيوت جدا شفتها النهارده، زي البرطمانات اللي بالشاليمو دي، مش عايزه اقول لكم بجد حلوين قوي قوي قوي، حلوين جدا بقى للايس كوفي والحاجات دي. انا قلت ابدا الفيديو معاكم كده الاول بكل الحاجات الحلوه الكيوت الفلوريل بينك الجميله اللي احنا بنحبها، افرجها لكم كده واقول لكم اسعارها ايه واوريكم التشكيلات اللي عندهم، وبعدين بقى ندخل على المنظفات بقى والحاجات اللي انا بفضلها والكلام ده كله. فبصوا دول عجبوني جدا، شكلهم مختلف قوي. اول مره كنت اشوف الشكل اللي هو بتاع الايس كريم ده. المجات الفلوري بقى عنده كام شكل كده حلوين جدا زي دول. بصوا ده اكتر واحد عجبني، حبيت شكله جدا، وكلهم في رينج 35-38 جنيه، فبرضو حسيت انه اسعارهم معقولة قوي. ده كمان الوانه رقيقة جدا جدا، حبيته قوي، من الحاجات برضو اللذيذة جدا. عنده بصراحة تشكيلة، هي في حاجات كتيرة منها متكررة، مش تشكيلة كبيرة قوي واسعة جدا. بصوا ده عجبني جدا، شبه جرين جيت والحاجات بتاعت جرين جيت. عنده حاجات متكررة بس الموديلات عموما لا ذوقها حلوة، حبيتها بصراحة يعني لطيفة. اللي بحب كمان المجات بتاعته جدا المرشدي، ورجعوا للفيديو بتاع المرشدي هتلاقوا بينزل اشكال حلوة قوي. بصوا كمان طقم المجات الملونة الالوان الباستل دي كمان عجبتني جدا، هم عندهم كذا شكل وسعرها افوردبل جدا، يعني الستة بمية 25 جنيه ده حلو قوي. علبة الكب كيك دي خطفتني بجد، خطفت قلبي، حبيتها قوي. بصوا it's so cute، ملهاش حل بجد، حلوة قوي قوي قوي، وليها ماسكة كده تقدروا تاخدوها معاكم بقى في اي مناسبة او رايحين تزوروا حد او كده، بجد لا كيوت قوي، وسعرها كمان كان معقول شوية يعني، بس حبيتها جدا. بصوا بقى انا عايز اجيب ممسحة من دي، وقلت اشوف كده ايه الاخبار، بس بصراحة اتصدمت من الاسعار في سعودي. لأ دول كانوا غاليين جدا بصراحة، لان انا كنت شفت كذا حد قال ان فتح الله، انا ما روحتش فتح الله عمري، بجد نفسي اروح قوي. بيبيع الموب دي اللي هي الفلات موب دي بمية وحاجة، والكمان اللي بيبقى فيها بخاخة عارفين، فنفسي جدا بجد اروح اصور هناك اشوف كده بجد دي موجودة ولا لا. بس عموما دول اتصدمت في اسعارهم، الجردل دي اتصدمت في سعرها، كان 699 جنيه وده كان طبعا رقم خيالي. والموب التانية اللي هي العادية خالص دي سعرها كان 275 جنيه، فبرضو حسيت انه كتير قوي عليها، لا في حاجات كتير احسن بكتير بالسعر ده. بس كده برضو قلت اشوف الجلوفز اللي هي الماركة دي اسعارها ايه، لقيت الجلوفز ب 30 جنيه، معقول قوي، مش ما كانوش كاتبين فاليدا سعره كام فما عرفتش. قلت اشوف بقى ايه الجديد في المنظفات والحاجات اللي هي الفابريك softeners والكلام ده. بصوا اكتر واحد انا بحبه بصراحة هو داوني الجولد اللي انتوا شفتوه فوق ده، ده يعني اكتر واحد انا مجرباه وحباه جدا. ريحته لطيفة قوي، يعني كتير جدا من الناس كمان بيفضلوه. انا كنت بصراحة بدور على لو في حاجة مثلا جديدة مختلفة او سعرها لطيف او حاجة كده، بس للأسف ما كانش فيه فرايتي قوي. البخاخ بتاع فانش ده اللي كان يعني الى حد ما معقول سعره، كان حاجة واربعين جنيه. عايزة بس اوريكم حاجة شفتها برضو هناك عايزة اقولكم عليها. طبعا المساحيق كلها اللي انتم متعودين عليها، انا شخصيا بفضل الجل. انا بحب البودز اللي هي بتاعت اريال، بس لما ما بلاقيهاش بروح للجل، ويعني الباودر ده بالنسبة لي اخر اوبشن خالص، يعني بحس ان هو بيدوب بشكل يعني مش حلو قوي. لو حد جرب السبراي ده يقولي يا جماعة اخباره ايه. هو سعره 38 جنيه 75 قرش، هو مفروض ان هو بيوريفاير يعني، فقولوا لي اخباره ايه. ولقيت كمان المعطر ده من جليد، اول مرة كنت اشوفه. طبعا ده حبيب الملايين، كل الناس بتعشق كلوروكس جل ده اللي بالورد. انا كنت جربت قبل كده كذا نوع بس مش اللي بالورد، فقلت اجرب المره دي اللي بالورد. طبعا هم عندهم رينج من المعطرات بتاعت فريدا كبير جدا، انواع كتير وحاجات كتيره قوي. برضو عندهم الحجم الصغنون قوي ده، معطر الصغير قوي ده كان سعره 13 جنيه فمعقول جدا. عاملين اوفر كمان على بلادج ده يا جماعه، السيلفر بولش ده اللي كنت عملت عنه ريفيو قبل كده ووريتكم ازاي بيلمع الفضه وبيخليها بجد جديده والوقت طويل جدا ما بتصديش وبتبقى ممتازه، اللي هو من ماركه كلينو ده، انصحكم بيه بشده
بجد يعني لو عندكم اي حاجه مصديه فضه مصديه، مش لازم تكون فضه فضه، فاهمين، اي حاجه فضيات ولونها مطفي او مسود او كده ده رائع. وارجعوا للفيديو هتشوفوا بجد التجربه العمليه انا ازاي عملته كده ستيب باي ستيب ولمعت الحاجات بيه. كمان لقيت من ماركت كلينو دي برضو الديجريزر ده اللي هو بينظف الدهون ومذيب للدهون وكده، فحبيت. كمان بحب اخد جوله كده في القوالب بتاعه الكيك عنده، فده عجبني جدا برضو، من الحاجات اللذيذه قوي. قالب بشكله لطيف قوي كده والديزاين بتاعه ظريف، سعره كمان كان 120 جنيه معقول جدا. عندي انا القالب بتاع التارت بتاعي كنت جايباه برضو من عندهم من هنا، هم عندهم قوالب بجد لذيذه قوي والكواليتي بتاعتها كمان حلوه، يعني اغلبهم مستورد والكواليتي بتاعتهم لطيفه جدا. ده كمان من الحاجات اللي عجبتني قوي وسعره كان 189 جنيه. يعني هم عموما عندهم تشكيله من البانز والحاجات بتاعه الخبز والكلام ده كله متنوع. ده بقى كان كيوت جدا، هو طقم بتاع قطاعات بتاعه سابليهات وسعره كان 32 جنيه، حسيت ان هو لذيذ قوي. دول كمان من الحاجات الحلوه اللي عجبتني برضو، القوالب بتاعه التارت الفرداني انا عندي اوريدي منهم، بس كان اول مره اشوف الماركه بتاعه تيفال وحسيت ان هم وبس كده. دي كانت الجوله بتاعتي، اتمنى اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.